مباراة نادي الزمالك وفالمبو النهارده بشكل تاني. الزمالك ضيع 8 فرص مؤكدين لاحراز الاهداف. اول لقطه كده، الكره دي كان احمد السيد زيزو عملها 1 2 مع ابراهيم النضاي، وبدل ما زيزو يلعبها بالعرض شاطها على الجو. طب ما في العرض يا زيزو. تاني كوره لزيزو برضك لعبها 1 2 من ناحيه الشمال، وبدل برضه كان ما يلعبها بالعرض او يلعبها في الزاويه المفتوحه لعبها في الزاويه الضيقه. ما هو في عرض برضك. التالتة لزيزو من ناحية اليمين استلم الكرة، وبدل ما يلعب الكرة بالعرض او يلعبها عرضية، فوجئنا لقينا زيزو برضك بياخدها وبيشوطها بشماله. حسام اشرف، احمد سيد زيزو بياخد الكرة بالعرض وبيلعبها لحسام اشرف. حسام اشرف بطئ سنة. الكرة اللي عدت من حسام اشرف دي لو جينا بصينا كده لورا حسام اشرف بعد ما الكرة عدت، مش هنلاقي ولا لعيب كان مع حسام اشرف في منطقة الجزاء. تاني كرة لحسام أشرف بعد ما نزل برضك استلم الكرة بالكعب وراح، وزيزو خلاص فاتح له والمسافة فاضية قدامنا، المسافة فاضية، قام جه لاعبها برضك وشايطها. كرة أحمد أبو الفتوح اللي اترد من منطقة الجزاء، مرقص الكرة جميلة، يعني قدامه تلاتة، العب لواحد من التلاتة. في نفس الكرة برضك بتاعت أحمد أبو الفتوح برضك نضاي، أنت شايف الدنيا كلها واقفة عند الجول. لا بدل ما تلمسها السنه دي كده سنه بس بالعرض للي واقف ده، خلاص كره جوه. كره السيد نيمار برضك اللي في اخر الماتش اللي سيزو لعبها له بالعرض من ناحيه اليمين، لعبها ضعيفه جدا. طب ما انت عندك حسام اشرف سنه صغيره لحسام اشرف جوه، لا في البعيده فوق جوه.